الله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أن الله مع
إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله بما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور الرحمن الرحيم والضحى والليل
وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة التوبة وقصار الصور للقارئ الشيخ محمود علي البنّاء.